مثلا العام الفايت كان شي حاجه زايد على هذا العام. هذا العام هو كيعبرنا في جناه كيحطيناه حيدا محمد تما عيس شوف فراسنا راه كيحطيناه كيبقى ما بعنا حتى حاجه. واش هذا امر الله ما عرفناش حنا براسنا ما عرفناش. لا تنبيعوا الدجاج الرومي. كي داير الثمن ديالو؟ الثمن ديالو دابا مزيان وما بغى ياكل واحد. شحال وصل؟ وصل دابا 11 درهم. 11 درهم كيلو. اه باش تنبيعوا حنا حاطينه ب 11 ونص. بالنسبه للاقبال كنشوفوا اليوم كاينه واحد الحركه غير طبيعيه. حركه اللي هي شي شويه فيها الناس كثارين. الحمد لله يعني الامور مزيانه. بيعوا شرا اليوم مزيان. حنا كهنا كاين عندنا اقبال بزاف على الدجاج الابيض الدجاج الرومي. الثمن ديالو مزيان 11 درهم. والحمد لله وكاين عندنا الجوده كاينه النظافه مزيانه وعندنا لاكاليتي مزيانه. التنظيم ديال السلطه في الحقيقه كان جد رائع بحيث انه ما بقاش التكدس ديال الناس والازدحام ما بقاش. الناس كيجيو وداك الشيء منظم والمسافه القانونيه ديال المواطنين كيحترموها والسلطه قايمه تبارك الله بالدور ديالها كما يرام.